مشاهدينا الاعزاء بكل مكان ساعه اخباريه جديده نقدمها لحضراتكم من تلفزيون حضرموت، ونبداها بابرز العناوين. رئيس الجمهوريه يعزي في وفاه الاعلامي صلاح السقلدي. وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل يلتقي نائب منسق الشؤون الانسانيه للامم المتحده باليمن. لقاء بالمكلا يناقش الارتقاء بالأنشطة والخدمات السياحية. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي صلاح عبد الكريم السقلدي. وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءاته العملية التي جسد خلال مشوار حياته الحافل بالصحافة العسكرية طوال 40 عاما، معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على ضرورة انتقال المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن للعمل تحت إشراف الحكومة اليمنية. وفي اللقاء جدد الوزير الزعوري حرص الوزارة على الشراكة مع المنظمات الإنسانية في اليمن، مطالبا المنظمات الدولية بمضاعفة الجهود وتعزيز العمل التنموي للنهوض بالمجالات المختلفة. وعبر نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن من جانبه عن ارتياحه للأعمال الناجحة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كونها الشريك الفاعل والمحوري مع المنظمات الإنسانية. ناقش لقاء عقد بمدينة المكلا برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي سبل الارتقاء بالأنشطة والخدمات السياحية. وفي اللقاء دعا الوكيل بن حبريش إلى مضاعفة جهود النظافة وأعمال التطوير السياحي لإظهار مدينة المكلا بمظهر لائق كونها واجهة سياحية للمحافظة، مبديا استعداد السلطة المحلية بتذليل أوجه الصعوبات التي تواجه المنشآت والمرافق السياحية والأخذ بالمقترحات التي بإمكانها أن تسهم في تحسين نشاطها، مشددا على أهمية التعاون مع أجهزة الأمن للقيام بمهامها على أكمل وجه. تفقد المدير العام لمديرية الشباب المهندس هشام غالب بن طالب المجمع الحكومي الحديث الذي يشارف على الانتهاء من التجهيزات الأخيرة والذي يعد الأكبر في المديرية. واطلع بن طالب على التفصيل الداخلي للمشروع الذي يتكون من 3 أدوار ويضم 66 مكتبا للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وقاعات اجتماعات بمواصفات حديثة، مشيدا بالجهود المبذولة في إنجاح المشروع الذي يمثل نقلة نوعية للمديرية، مثمنا دعم السلطة المحلية للمشاريع التنموية بالمحافظة. استقبل القائم بأعمال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت منيف الأحمدي ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. وأشاد الأحمدي بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP في تعزيز ملاك المشاريع التجارية والصناعية في حضرموت بصورة خاصة واليمن عامة. وأوضح المنسق الوطني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فكر المعافى بدوره أن البرنامج يستهدف قطاعات مختلفة وفق الاحتياجات الأولية. برعاية فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، نظمت جامعة حضرموت الحفل الخطابي والتكريمي السنوي لتكريم أوائل الطلاب والحائزين على مرتبة الشرف للعام الجامعي 2020-2021 من مختلف التخصصات والكليات بالجامعة. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. عرس تعليمي سنوي دأبت جامعة حضرموت على استمراره، وفي احتفائية بهجة ستخلد في ذكرى أصحابها، احتفت جامعة حضرموت بتخرج الدفعة 23 من طلابها وطالباتها من مختلف الكليات والتخصصات.
بحفل خطابي وفني وتكريمي سنوي جاء تتويجا لمتفوقي العام الجامعي 2020-2021 برعاية كريمة من فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وبهذه المناسبة نزف إلى أبنائنا الخريجين والمتفوقين من الأوائل وحملة مراتب الشرف وإلى جميع أفراد أسرهم وذويهم أجمل التهاني والتبريكات، آملين من أبناء الخريجين التوفيق والسداد في قابل أيامهم، وأنتم تتجهون إلى معارك معترك الحياة وإلى أسواق العمل متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارة وبخمة ثابتة نحو غد، نسأل الله أن يكون عامرا بالخير والأمان والنماء والازدهار. الحفل جاء تكريما لأوائل الطلاب والحائزين على مرتبة الشرف في تخصصات الجامعة البالغ عددها 45 تخصصا، لتكون هذه الدفعة هي 23 من حملة البكالوريوس والسابعة عشر للماجستير والثانية لحملة الدكتوراه من خريجي هذا الصرح التعليمي العملاق. بصراحة شعوري عن هذه اللحظات إنها يعني ساعات ودقائق تتسابق فيها الكلمات لتعبر عن المشاعر العميقة التي تحملها خريجات اليوم، ولكن الفرح يقطر من عينينا وينزل من جوانحنا فهو ظاهر للعيان واضح. هذا الصرح التعليمي الرائع منذ تأسيسها عام 93 فهي تقدم الشيء الجميل إلى حضرموت وإلى الوطن ككل، الدفعات تلو الدفعات والخريجين تلو الخريجين في جميع المجالات. وشهد الحفل فقرات خطابية وفنية متنوعة جسدها عدد من طلاب الجامعة الفائزين بجوائزها لهذا العام، وسط تفاعل الحضور وأهالي الخريجين المحتفى بهم الذين حضروا لمشاركة أبنائهم هذا الفرح بالتفوق والتخرج. في هذه اللحظة الفارقة أهدي تخرجي إلى من كانوا دعاؤها سر نجاحي، إلى رمز الحب، إلى بلسم الشفاء للحياة، إلى حن وأجمل مخلوق في الكون، أمي الغالية، وإلى الراحل من حياتي أبي رحمه الله. وفي ختام فعالية الحفل جرى تكريم أوائل الطلاب والطالبات والحاصلين على مراتب الشرف بشهادات تقديرية لتكون وسام شرف لهم وذكرى ستخلد إنجازهم الجامعي الذي سطروه خلال مسيرة حياتهم العلمية على مدى سنوات تخطوا خلالها مختلف الظروف والعقبات. أقيمت بمدينة المكلا جلسة نقاشية بعنوان التغيير الاجتماعي وصراع الأجيال التمكين السياسي للشباب الذي تنظمه حركة محور الكون الاجتماعية. وناقشت الجلسة التغيير الاجتماعي وفرص التمكين السياسي للشباب وتناقضات الأفكار بين الجيل الماضي والجيل الحاضر وكذا الفجوة السياسية بين الجيلين. وأثري النقاش بطرح العديد من الموضوعات حيث تمحور بوجود فريقين، فريق يمثل الجيل القديم وفريق يمثل الجيل الحديث، وطرح كل منهما وجهة نظره في ذلك. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة بوجه عام ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة الليلا، وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة الليلا، فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة إلى مغبرة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى باردة نسبيا ليلا. والآن إلى حالة الطقس.
نهاية النشرة، هنا تذكير بأهم الأنباء. رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الإعلامي صلاح الصقلدي. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن. لقاء بالمكلا يناقش الارتقاء بالأنشطة والخدمات السياحية. ولمتابعة نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي. تلفزيون حضرموت، نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.